بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي مع ضيفنا اليوم اللاعب شاكر جير. عاود رحب بيك من جديد شاكر. به نحكي شويه سيزون سنه في الكوكب ظهرلي عام متميز جدا اهداف من بلايص الكل ظهرلي من تشوت ملكي سيزون كبيره اهداف حتى وراندمون. الحمد لله الموسم الثالث مع الفريق هذا وكان موسم ناجح كما الموسمين اللي فاتوا. الارقام باهيه الحمد لله بالستاتستيك معناها ماركيت 30 بونتو في 3 سنين براتيك عملوا 12 سنه 10 العام اللي قبله 8 حسينه الحمد لله عام ناجح وان شاء الله العام الجاي يكون احسن من السنه. علاش ما كملتش قد قصت في قبل ما توفى السيزون معناها؟ والله يعني رجعنا في جويله الموسم اللي فات هكا هو نلعب المرتبة الخامسة وما عادش عندنا مجال باش نصعدوا الممتاز. كاو تهمت مع رئيس النادي عطاني مستحقاتي وروحت خاطر ديجا كي تربح كي تخسر ماتشات اللي مازالوا الأربعة. روحت جو. حبيت نعيط في الدار وكاو هكا علاش. تخليت على مستحقاتك خليت على ثلاث شهور ظهر لي. أي تخليت على مستحقاتك كاو طوالت السيزون وكانت تقريبا السيزون اللي قبلها كهو وليت وروحت ونزلت شويه مستحقاتك. وين المستقبل؟ مستقبل غالي في السعوديه ان شاء الله. هنا في تونس ظهر لي شطبت عليها. لا لا يزي اسمح. الظروف غادي خير برشا ظهر لي. اي رغم اللي القسم الثاني لكن ديما حتى الملاعب خير، الفلوس كما نقولوا خير، تخلص في وقتك. في كل المجالات غادي خير. اللي يمشي ما عادش يروح. اللي يمشي ما عادش يروح وما عادش يطعم الكوره في تونس. للدرجه هذه الفرق بعدنا معناها راه بعدنا في انفراستركتور نحكي يعني. كان نيفو بتاع الجوار وبتاع المدربين بتاعنا معناها تبركل اما نحكي معناها نظام وترينات وماديا في كل شيء فهمت خاطر توا الملاعب في تونس تلقاه موسم كامل هو يلعب ويعدي في روندمون به على ماتش خايب ولا على اي اكسيدون يصير له معناها يحطموه العباد هنا فهمت غادي لا غادي عندهم شويه حتى كنت نحكيو في الاوف يقلقوا كما قلت لك. اي بالطبيعه تحكي غادي في السعوديه هذاك تحكي على الجرون كلوب في الهلال والنصر النوادي هذوك يحبوا يبدوا ديما بصفه عامه صحيح موجوده هذه الحكايه لكن كي تبدا انت ملاعب يكون في رميه وتعطي في روندمون به ما فماش علاش انا واحد من الناس توا ثلاث سنين فرحانين به في الكيب تاعي روندمون به توا نحب نبدل صحيح خاطر ديما ثلاث سنين حبش نتيح انا فكر الريلاشمون ولا حاجه ديما نحب ديما سورس تاع موتيفاسيون جديده كيب جديده وتحدي جديد باش انا بيدي نرجع موتيفي اكثر. من احسن اللاعبين شكرا تبارك الله في الدرجه الاولى علاش ما خممتش تطلع البالي قدام ممتاز مثلا؟ لا ديما طموحي عالي وديما نخمم خير وديما انا اكزيجون مع روحي برشا مي بارفوا مش بيدك انت فهمت خاطر غادي في برشا حاجات في الكواليس. في الدوري الممتاز توا صعيب برشا باش ياخذوا لاعب من درجه اولى عمره 33 سنه فهمت مالغري الروندمون الباهي اللي يعطيه مي في الديفيزيون اللي انا فيها الحمد لله عامل اسمك باهي معناها محترم وروندمون باهي وليزوفر موجوده الحمد لله. منين ليزوفر؟ اعطينا وين وجه القلب؟ لا والله يا اسلام شوف النوادي توا ما نحبش نحكي على اساس على شكون نرضى مي بو لو مومون عامل اسم كبير دونك مطلوب انا هنا في عموما نحكي لك مطلوب بالكدا غادي وان شاء الله بيانتو في 10 ايام جمعتين ان شاء الله نصح. الفريق من فريق هابط من فريق تاع بعض الطلوع العام الجاي شنو؟ اي ديما في الحب سنا بالذات نحب في الخمسه سته الاولين اللي يحبوا يلعبوا عندهم اوبجيكتيف كبير وانا يحبوا يطلعوا فوق ولا النوادي اللي نزلوا من الممتاز يحبوا يرجعوا اكيد هذوكم هما اللي يكونوا عندهم الاولويه اكثر باش يرجعوا ديما الظروف تكون فيها ملائمه خير من النوادي الاخرين. ان شاء الله اكيد بالتوفيق شاكر. باهي خلينا نرجع بك شويه لبدايه المسيره كيفاش بديت انت بنقردان ولا جربه كيفاش وين بالضبط؟ بديت في بنقردان في بنقردان في الليجان بعد مشيت الجرجيس سبور ومن غادي بديت المسيره تاعي. في بنقردان بديت من الكل اول نهار كيفاش وحدك هزيت ساك مشيت كيفاش؟ والله بالطبيعه ما هي الكوره غرام راهو انا بدي مغروم برشا. اللي انا صغير نحب الكوره مغروم بالكوره كهو بديت مع سيلوتشي سيبتي الله يرحمه وينعمه بديت معاه عام 96 نتذكرها بالكدا الله يرحمه سبتمبر 96 بديت في ليكول ومن بعد كهو في الاصناف الشابه كل في بنقردان بعد سي احمد الابيض نشكره بالطبيعه خاطر بالمناسبه معناها هو اللي كان سبب باش مشيت لجرجيس وجرجيس فرحوا بيا وارتحت برشا غادي وبديت المسيره من غادي الحمد لله. شاكر معروف حتى ولد جرجيس اكثر من بنقردان
اي بالطبيعة انا ولد جرجيس وبن قردان الزوز، مي جرجيس خاطر برست من غادي وقت اللي بديت نلعب في جرجيس، بن قردان معناها في الليجان، مي اول بديت نلعب في سينيور صار في بن قردان، عملت زوز ثلاث ماتشات سينيور بعد مشيت بن جرجيس، دونك وقت جرجيس في الناسيونال بالطبيعة باش نظهر اللي معناها محسوب على جرجيس، فهمتني، مي بالطبيعة انا محسوب على جرجيس وبن قردان، مي كيما حكيت لك الاسم دائما جرجيس معناها يتعرف، فهمت. 2018 ظهر لي صارت حتى مشكلة بين بن قردان وجرجيس، وكنت انت في الوسط ظهر لي وانت تلعب في جرجيس وقت. صحيح هاي جرجيس وبن قردان عائلة واحدة، مي فما شوية هكا أنفس مريضة وربي يهديهم هكا، العام هذاك خرجوها على الكورة ومي رجعت لاباس الأمور طيبة وبينهم الزوج. وعلاش حطيت أنت في الوسط؟ استهدف كلي كان شكل مستهدف وقت. إيه استهدفت أنا في أربع خمس كعبات راهو كهو، بس أنا إني الحمد لله يا ربي أنا محبوب في بن قردان وفي جرجيس، دونك فما أربع خمسة كعبات هذوما مرضى القلوب كهو. وأنت لعبت حتى في بن قردان في ديفيزيون 2 إي إي لعبت في بن قردان، إي رجعت أنا عاد حملهم مشيت بن قردان في ناسيونال بي، عملت عام بي، مي في الأخر ما سهلش ربي وطلعنا كهو، من وقتها هزيت انا المسؤوليه الكل. كان بعد عاودت مشيت جرجيس عملت عام بيه مع اسكندر قصري مدير رشد، كان بعد جيت الاسبيرونس وانا عاودت رونسيت كارير بتاعي وقت اللي برشا ناس قالوا هذا وفي اي تعال نحكيو عليها شويه اخر، لكن حنبداو بمرحله بمرحله نحكيو على الكلوب. ظهر لي دوبا بديت في جرجيس بديت تعمل اسم اختفت الانظار، كيفاش جاك العرض نتاع الكلوب وقتها؟ وقت موسم 2011 عملت موسم كبير مع ترجي جرجيس، بالطبيعه ديما المواسم كلها في جرجيس الحمد لله كانت ناجحه. تلقى جوك غادي اي لا اخويا تعمل كيف في جرجيس وبلاد الخير الحمد لله، عملت موسم بيه مع سي شياب الليلي، كان بعد اتصل بيا سعد سلام اليوسي وقت نتذكر الكلوب فاز بتاع ترانزيسيون من جينيراسيون لجينيراسيون، كان بديت عملت عام به بالارقام معناها عام به في الكلوب ناجح، انا وبلال عيفة انا وبلال اكثر زوز ملاعبيه لعبنا في الموسم هذاك، بلال 34 وانا 33، من بعد جاء الرئيس الجديد سليم الرياح حب يبدل الناس الكل ربي معاه. هو ظهر لي اكثر حاجه قعدت الكاف عمل معاه البلانتي بتاع الكاف عام كبير، خلينا نجيب البلانتي لكن قبلها ظهر لي عام كبير ب 14 ملاعب ظهر لي بصوت الفينال تاع الكاف. العام هذاك كيفاش الكوليس معناها ظهر لي صعيبه برشا معناتها كيف ما فيهاش بنك، كيف وصلتوا؟ وصلنا بالخدمة وبال عملنا برواحنا معناها، وبليس الفضل الكبير ربي ديما مي سي فوزي بنزرتي معناها، سي فوزي وقتها العام هكا ديجا معزة معناها، وصلنا ب 14 ملاعب الفينال وخسرنا بالبيلانتيات، فهمت دونك سي فوزي راه حتى ب 10 برك يوصل وين يحب، هذاك علاش وصلنا بعيد، والكاليتي موجودة في الجروب 14 ملاعب كاليتي. تذكر جينيراسيون باهيه برشا معناها، محمد علي يعقوبي في اللاكس مع عيفا ديجا معناتها ديزاكسيون من احسن ما فما في تونس لتوا، وسام الحداد يا رجوش هاك شوفوا وين توا، تذكر العكرمي كان يوسف الدين العكرمي يوسف زهير مشقي معناها فينومين تاع كوره من الغالب ما كتبش ربي وعمل كارير كبيره، لاتاكون نتذكر وقت ايزيكيل وعكروت وسلطاني، فما دي كاريتي موجوده مي في الكرة مش لازم تكون برشا ملاعبيه النومبر برشا، مي الفائده في الكاليتي، وهذاك علاش الموسم في مدريد. غادي تسميهم كل ملاعبيه يعني تلموا ما مش برشا. زياد اليكسيس وزياد دي بيفو ومن بعد يوسف وزهير وانا في الوسط. سلامي مازال وقتها؟ لا لا اسامة خرج. كيفاش علاقتك كانت بفوزي بن زرتي؟ انت نعرف الناس الكل ملتزم شويه مثلا في رمضان ما عملتكش مشاكل شويه. لا 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 يحبني على الاخر ونحبه على الاخر. سي فوزي بالعكس صدقني صحيح معناها في حاجات هذيك حاجات شخصيه كل واحد وتوجه بتاعه، مي انا نحبه برشا برشا وديما علاقتي به باهيه لليوم ونحكي معاه ديما. وهو سي فوزي حبني برشا من بيا برشا، نتذكر في الفينال بتاع الكاف سالوه اللي انا ما عطيتش روندمون قال لهم هذاك اول واحد في الاكيب تاعي، دونك من بيا على الاخر حتى كي مشيت للكويت بعد الاسبيرونس هو رجع للاسبيرونس، تذكر وقتها كلمني باش نرجع للاسبيرونس قلت له كي نرجع، وكان بعد قبل ما نرجع للكويت هو ديجا خرج مره اخرى من الاسبيرونس. كنت باش نرجع تبع الجامعه؟ اي وقتها كلمني هو سي فوزي كلمني يسمع فيه يعرف. به حكيت انت قبيلك على البينالتي ظهر لي ضد المغرب الفاسي اول بينالتي شطتها انت، كيف علاش شطت انت له الساعه؟ خاطر نعرف الشوط
وعندي ثقة في روحي وديما ما نخافش انا الامور هذه. انت ديزنيي الاولى؟ لا لا انا زيد كورة مشيت الاول حبيت معناتها ما كانش المدرب يحط انت لا 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 على وحدكم اللي يحب يشوت يمشي يشوت. لا قبل الماتش ما صارش معناتها احاديث على اللي بيلانتي وصلنا شكون الاول شكون الثاني قبل الماتش نحكي لك في الريونيون. مي انا خذيت كورة مشيت وحدي انا حبيت نشوت الاول وحدي فهمت. كهو عملت شوا اللي هو خذيته في اللي بول معناتها ماركيت كونتر كادونا نتذكر وقتها على كل عملت نفس الشوا على يسار الجارديان قويه ديما نحب نشوت هكاك. كهو هو الجارديان تاع الوداد توا بارامون للرجاء سبقني فهمت انس الزنيتي انس الزنيتي بالضبط هذاك هو سبق فهمت وانا صغير نورمالمون على الاقل معناتها نبدل ولا نعمل حاجه اخرى فهمت. كهو من وقتها هزيت انا الحكايه وحاجه بالعكس هذه حاجه علمتني برشا في المستقبل. الجمهور ما قبلهاش. اي بالطبيعه ما قبلهاش ومش مني انا برك من الناس الكل اي ملاعب يضيع بينالتي مش هما برشا ضيعوا وقت لها. انا وزياد ضيعنا انا وزياد زياد الاخرى اي الاخرى انا ضيعت ومن بعد هما ضيعوا ومن بعد ضيع زياد وهم وركيو هذيك هي. شنو صار؟ كهو من وقتها شوف اسلام خويا في عامة الكلوب راني انا لاعب تيتيلار المدربين الكل. بعد تنحى سي فوزي في بعد الكوب دافريك جاء عبد الحق بن شيخه لعبت معاه تيتيلير كونفيرمي وديما يحكي معايا راه بالنسبه لك انت عندوش كتاب في الاكيب تاعي دونك كهو بعد فات سيزون توجه جديد بتاع النادي ومشيت على روحي كهو ربي وجه كل واحد على خير. كنت ديما تسمع كلام تاع ماهوش تاع جمعيه كبيره تاع جرجيس فقط مع خدمه ديما تسمع الكلام هذا اي نسمع ومش حاشم منه حتى طرف وغالط كلام غلط علاش معناه ملاعب يعرف عنده كاليتي في بلاصه في بلاصه لا هي مربوطه بالشخصيه. انا كان جيت شخصيتي مش تاع جمعيه كبيره نقول قايل ما نهزش بيناتي في الفينال نمشي وحدي نحب نشوت فهمت. وانا في البريود هذيك ديجا ما زلت مانيش كونفيرمي معناها في محل شك معناها ما زلت مانيش ستابل فهمت. مش لازم هكاك كان مش بيناتي لازم نقول تكون معناتها حكايه اي صحيح يقول قايل برشا برشا حكايه وليش لازمك انت علاش ماشي الاول ما تو كان يرجع بيه ما زلت ماكش من الكاد نتاع ذيك اي مش من الكاد انا حكيت لك انا ما زلت هذاك هو حبيت نجاوب انا على مش بتاع جمعيه كبيره مانيش حاشم منها ومش متقلق منها حتى الطرف وغالطه خاطر انا كان جيت مش بتاع جمعيه كبيره نقول قايل ما شفت الجمله انا في الخمسه تو خبي راسي كاش لازم مشيت انا وتوا كان يرجع بيا الوقت نشوفها انا الاول ونشوفها في نفس البلاصه في نفس البلاصه زي في نفس البلاصه والله العظيم والله تو هاني تو في السعوديه مركزنا خمسه بيلنتيات لا اربع بيلنتيات في نفس البلاصه هذيك علاش هذيك بالذات ويعرفوني شوت غادي ويمشي وما يخلطوش الماتش هذاك الناس زيت خلطت وجاب صح معناها يعرفوك اللي قال الكل شوت غادي يمشي وما يخلطوش تو السعوديه كلهم نفسهم في الكوتي هذيك ويمشي وغادي ما خلطوش معناها تقول له ما نمشي نشوت غادي اي والله العظيم كيما نحكي لك والله عليك شنو السر قوية معناها اي خاطر الانترنت تاعي قوية بلاسي شنو اي الانترنت تاعي قوية خاطر نشوتها غادي ويمشي يخلط ما يخلطش هذيك الموضوع يا اخي ما نشوتها غادي انا ما نعرف كنت مشيت صحيح وما يخلطش اما في الفينال خلط تكاو كاتب لي ربي مشي نزل القضية به قلت لي سليم الرياحي هو اللي كي جاي خرجك علاش؟ لا مش خرجني انا هو وين يعرفني خرج 80% من الكيب عنده توجه جديد هو يحب يجيب جوارات اللي يحز بهم هو البطوله باش تبدا الميريت اللي هو دونك من حقه وقبلت انا الشيء هذا كنت تطلق مازال وقتها مازال اي مازال مشيت اعاره انا ديجا حمام لنف بعد رجعت من حمام لنف اعاره كهو انا في حاجه اسلام خويا ما نقبلش البنك شو ما نقبلش معناها ما نحملش سيرتو في الديبي بتاع الكارير تاعك علاش باش تبقى على البنك هكا وانا عرفت روحي باش اي ملاعب يقعد على البنك اي اي ملاعب ياما انا عرفت روحي مش نلعب وانا عمري 24 سنه هي نمشي نشوف رزقي في بلاصه اخرى عادي لا الكلوب واقف علي ولا انا رزقي عنده كلوب من حمل من معناتها من حمل انف رجعت لبن قردان اي مشيت لبن قردان وقتها سلام الناس الكل وفيه السيد هذا وفيه سيرتو ديفيزيون 2 معناها ايكيب معناتها تكون تكون في الكلوب معناها في القمه في تونس تمشي لديفيزيون 2 معناها حتى كي تطيح تطيح اقل اي عايش بن قردان بالذات هو شو خذيته على العائله بتاعي خاطر انا عائلتي غادي وصاروا حاجات في العائله اللي علينا فيهم حبيت نقرب نعيش مع عائلتي ومن بعد ثم عاد في الشواء بتاعي خاطر بلادي وجمعيتي دونك مشيت غادي من بعد الناس الكل معناها حطهم خاخم اللي انا وفيت كروي حتى اللي كان يكلمك كل يوم ولا يكلمك مره في الشهر
بعد كي رجعت لسبيرونس رجع يكلمك. هذيك البلاد بتاعنا كيفاش. هذيك الدنيا. هذيك مع الواقف. هذيك. بخلاف الشركة بخلاف البينالتي صار لك حاجات أيضا في الكلوب. الفيديو وقتها نتاع نسمة. اللي عملته وقتها هجمت فيه نسمة و... أنت علاش ساعة وقتها الحكاية؟ والله قبل ما نكون جوار أنا مواطن عادي كي الناس الكل نوجه معناتها هي ثورة وقتها. كل واحد يعطي رأيه عادي. أنا عطيت رأيي في الشيء هذاك اللي هو عيب معناها وصلنا للدرجة هذه. والفيديو هذاك معناها كلفني برشا. عمل لك برشا مشاكل. اي كلفني برشا وليت نلعب في الكلوب والاسم ما تذكرش. نلعب تيتولير الكرة عندي والمعلق مش موجود. ما تذكرش اسم. علي معناتها ديما هكا تصير باهي صارت مرة بالصدفة. صارت تو دي فوا صارت هذه فما ناس عملوا لي يا اخي انت لعبت ولا وانا نلعب راه. الكرة المعلق شوف كرة عندي ما يذكرش جملة فهمت. عادي انا قابلها ومتقبلها وفاهمها. ويرجع بيا الوقت اللي يعني نعاودها زاد. سألوك ضغوطات ولا حاجات في الكلوب وقتها؟ لا لا. علاش لزك وش دخلنا في الحكاية هذيا و... ولا ايه؟ فما شوية. فما شكون لامك؟ هو حتى باش يجي يلوم ما يحكيش في الوجه. يحكي في ظهرك اش لز وعلاش يعمل هكاك. مي موقف عملته باش معناه قال الراجل البرد نعطي موقفي هكا فهمت حبيت نعطي موقفي ما عطيته ويرجع بيا الوقت التالي زاد نعاود. حتى وصلنا نعملوا هكاك معناها في بلادنا وكا وعطيت راي. فهمت. من بين قردين لجرجيس مره اخرى هكا. اي قردين لجرجيس مره اخرى. عاودت لانسيت كاريرك من جديد. اي كهو 2015 ديما اي ملاعب يلعب في جرجيس دونك ديما يكون مرتاح. عملت عام كبير. كلموني لسبيرونس مشيت معهم ديريكت. قبل لسبيرونس ظهر لي عاودوا كلموك حتى الكلوب وليتوال. ليتوال كلموني ومي خذيت الشواء بتاع لسبيرونس. الكلوب لا كان فما حتى اوفر في السعوديه. خيرت لسبيرونس على السكول. علاش؟ علاش خذت ترجي؟ ما تصورش فما ملاعب تطلب لسبيرونس ما يوافقش. انت كلوبيست؟ انا بروفيسيونيل. كلوبيست ولا ماكش كلوبيست؟ خاطر يقول انا مش شكل كلوبيست. في الصغير صغير كلوبيست. تو ما عادش. بعد كي بديت نلعب كيب سينيور في جرجيس وليت انا نبدي بروفيسيونيل صحيح معناها ما عادش معناها تكلمك لسبيرونس ولا الكلوب ابري تو انت لاعبي محترف تخدم على روحك. ولكن لبست مريول الترجي مع وقت وليت لا لا ريت اسلام العاطفه بتاعي ما عادش ما بعد ما وصلت نلعب في كيب ترجي جرجيس معناها توا في الفان كارير بتاعي معناها في ال 34 سنه بيانتو معناها كي تحكي لي على العاطفة نحكي لك جرجيس وبن قردان كهو لا كهو شنو معناها شو جمعيات شفت منهم كان خير ترجي وكليب كهو صفحة مشيت على روح فقط معناتها كانت تجربة احترافية تخدم على روح قدمت كهو على جرجيس بالذات مثلا جرجيس خاطر صاحب فضل كبير علي الاسبيرونس والكليب ليه سبيرس كلوب شنو هو صحاب فضل معناتها بالطبيعه صحاب فضل اي جمعيه لعبت فيها عندها عاطفه عندي مي نحكي لك هذوكم بالذات مي حتى حملهم في لعبت فيها عندي عليها عاطفه ديما حتى نشوفهم يلعبوا ماذا بيربحوا ترجي توا ديما نشجع في الاسبيرونس صحابي يلعبوا في الاسبيرونس والكلوب ديما توا كي نشوفهم يلعبوا نحبهم يربحوا نحبهم يفرحوا مي نحكي لك على العاطفه الكبيره لاصحاب الفضل الكبير مثلا ما منعش انا شنو فادوني برشا التجارب اللي عملتهم اكثر من الناس اللي بديت من عندهم من بين قردان وجرجيس ديما ما علاش علاش لصق فيك الاتيكيت نتاع كلوبيست؟ كنت في الليجان معناها كي كنت صغير معناها كنت صغير كنت كلوبيست معناها وانا صغير حتى نحكي لك راهو حتى ال 17 سنه صغير كلوبيست من بعد كهو وليت انا بيدي عندي شخصيتي وانا عندي جمعيات نلعب فيهم دونك او اسمع سلام راهو ما فما حتى ملاعب تو اللي يلعبوا تشوف فيهم تو في السبورت كلوب راهو كان تكلموا جمعيه بار بلال عيفه مستحيل يمشي للاسبيرونس ولا خليل شمام يمشي للكلوب هذوما الزوز سينو راه كلهم راهو اللي كلمهم يمشي معاه انا نقول لك لا اي ملاعب تلقي يلقى الفلوس في اي جمعيه يمشي لا لا, لا بلال لا انا ناكد لك انا بلال البارح انا وياه مستحيل يمشي للاسبيرونس ناكد لك يعطوه ما يعطوه وخليل شي ما مستحيل نعرفه خليل وصاحبي مستحيل يمشي للكلوب كي يعطيه وما يعطيه واضح على على حساب على ضمانتك انت على ضمانتي اذا كان تصير انا ما عادش نحكي على الكوره جو باهي بعد شويه نمشيو باش نحكي على تجربتك في الترجي ايضا لكن موزيكا وبعد الاخبار وبعد راجعين في فير بلاي مكملين حتى لما تفهم.